السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نشوفو إن إكزرسيس صيغ لماشين أكرو كونتيني. بالنسبة لهذا الإكزرسيس حاولوا توقفوا الفيديو وتجاوبوا الأسئلة، يابخي حاولوا تقارنوا الريزلتا. إذا نمروا للسوليسيون. دونك عندنا لا بلاك سيناليتيك دين جينيراتريس أكرو كونتيني أ إكسيتاسيون إنديبوندونت إنديك 11,2 newton fois mètre, 1500 tours par minute, induit 220 volts 6,8 ampères, excitation 220 volts 0,26 ampères, la masse 38 kg. Donc pour la première question, calculer la puissance mécanique consommée au fonctionnement nominal. دونك اول حاجه ناخذ السيركوي ديال جينيراتريس اكسيتاسيون انديبوندون. يكون عندنا ليكسيتاسيون لاندوي، دونك عندنا جينيراتريس عندنا هنا لا تنسيون ديال لانديك اللي كتالمونتي لانديكتور، دونك هادي اكسيتاسيون. دونك لو كورون ديكسيتاسيون هادو لو كورون اللي كي باكوري في لانديكتور. عندنا هادي لا تونسيون اي اي، عندنا هنا هادو لو كورون ديال لاندوي، لو كورون ديال لاندوي دونك هو اي. داكوغ، هذا بالنسبه لجينيراتريس قلنا هو اللي كيفورني لنا لا طونسيون، هو اللي كيعطينا لي طونسيون جينيراتريس. يعني جينيراتريس كي ترانسفورمي لينيرجي ميكانيك اون انرجي الكتريك، يعني كنعطوه لينيرجي ميكانيك عباره عن روتاسيون وكيعطينا لينيرجي الكتريك. دونك لا بويسونس ميكانيك دو كوا تيغال لا بويسونس ميكانيك، لا بويسونس ميكانيك ايتيغال عباره عن روتاسيون هذه est égal au couple mécanique fois la vitesse angulaire. Et donc, le couple mécanique qui se implique une puissance mécanique est égal au couple mécanique fois 2P fois N sur 60. On a l'âge de sur 60 حيت عندنا لا فيتيس. دابا هنا 11,2 نيوتن فوا متر تعني لو كوبل، فاش كنشوفو نيوتن فوا متر في لا بلاك سيناليتيك تعني لو كوبل، بالنسبة تور بار متر تعني لا فيتيس. بما ان هنا لينيتي كتكون تور بار سكوند، وهنا عدي لي دوني تور بار متر وكنديفيزي بسير 60. داكوغ، دابا هنا ندير ابليكاسيون نيميريك. Puissance mécanique est égale 11,2 fois 2 fois 3,14 fois 1500 divisé par 60. Et dans la puissance mécanique est égale, on va dire la calculatrice. وغادي تعطيني 1758 واط. إذن هذه هي لا بويسونس ميكانيك. دوزيام كيستيون قال لنا كالكيلي لا بويسونس كونسومي باغ ليكسيتاسيون. دوزيام بويسونس ديكسيتاسيون هادو كوا تيقال لا بويسونس لي كتكونسوما في ليكسيتاسيون. هنايا هذا هو ليكسيتاسيون، دونك هذا هو ليكسيتاسيون، نعطوه لا ريزيستونس ديالو هي اخ. اذا عندنا في لي دوني، عندنا اكسيتاسيون تيقال 11,2، يعني 11 يعني في ليكسيتاسيون عندنا باردو عندنا 220 فولت. 220 فولت هي هاد لا طونسيون اللي كتاليمونتي لانديكتور، وعندنا 0,26 هو داك لو كورون اللي كيسيركيلي في لانديكتور. اذا هنا غنابليكي تو سامبلومون، غنابليكي لا فورمول هي اي اكسيتاسيون فوا لو كورون ديكسيتاسيون،
حيت هاد لو دوني معطييني في معطييني دونك لا تونسيون ديكسيتاسيون هي 220 فوا لو كورو ديكسيتاسيون هو 0,26 اذا لا بويسونس ديكسيتاسيون est égal 57,2 watts. Et donc, il y a la puissance d'excitation ou il y a la puissance mécanique. Nous allons d'abord la troisième question. Troisième question. Et je vais calculer la puissance utile. La puissance utile, yani la puissance. هنا بويسونس اي تي عباره عن بويسونس الكتريك حيت عندنا هذا جينيراتريس قلنا جينيراتريس تعطي لا بويسونس ميكانيك وكيخرج لنا بويسونس الكتريك اوتوماتيكمون غادي ندير لا بويسونس اي تي ايتيغال لا طونسيون هاد لا طونسيون هادي فوا لو كورون ديال لاندوي في اتونسيون عندكم ديروا تجمعوا لي كورو ديال ليكسيتاسيون ديال نو هذا لو كورون كيسيركل لنا في لاندوي دونك هنا غادي ندير لابليكاسيون نيميريك عندنا هنا لي دوني عطينا لاندوي لاندوي عطينا 220 فولت ها هي 220 فولت لا طونسيون ديال لاندوي فوا لو كورو اللي كيسيركيلي في لاندوي هي 6,8 داكشي علاش نعطيونا او فونكسيون نومينال يعني هاد لا بلاك سيرتي كتعني دي كاركتيرستيك ا فونكسيونمون نومينال اذا هنايا بويسونس الكتريك ندير لابليكاسيون نيميريك تو سامبلومون بويسونس الكتريك كتعطيني 1,496 واط إذن هذه هي لا بويسونس إيتيل غادي ننتقلوا دابا اون دي ديغويغ لو روندومون نومينال دابا غادي نكالكيلي لو روندومون المردودية لو روندومون دونك عندنا 4 عندنا لو روندومون دو كوا تيغال تيغال لا بويسونس ايتيل على لا بويسونس ابسوربي بليس لا بويسونس ديال ليكسيتاسيون ضروري خاصنا اجوتي لا بويسونس ديكسيتاسيون ضروري حيت عندي هنايا افيك اونغولمون مي يكون عندي افيك اونغولمون يعني لانديكتور عبارة عن بوبيناج يعني خاصني ضروري اجوتي ديك لا بويسونس ديال ليكسيتاسيون داكوغ هنا غادي ندير ابليكاسيون نيميريك دونك هنايا بويسونس ايتيل ديجا انا ديجا كالكليتا 1496 بويسونس ابسوربي عبارة عن بويسونس ميكانيك هي 1,758 على لا بويسونس ديكسيتاسيون la puissance X est 57,2 اذا ندير الكالكيلاتريس او تعطيني شحال 0,824 هادو روندومون خاصنا نديرو اون بورسونتاج اذا غيعطيني 82,4% هذا هو لو روندوم هنايا كما كتلاحظوا معنا في الالكترو تكنيك بصفه عامه كيكون السؤال الاول عنده علاقه مع السؤال الثاني عنده مع علاقه مع السؤال الثالث ديما حاولوا تردوا البال وتفيريفو شاك كيسيون تحاول تفيريفو مزيان لي ريبونس ديالو نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله في فرصه قادمه بحول الله.